مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره ثانيه، بنتواصل معكم على الهواء مباشره وفقرتنا الرياضيه وحديثنا في هذه الفقره كما نوهنا في المقدمه هو حديث حول سباحه الماسترز. ما هي سباحه الماسترز حتى تتشكل لها لجنه داخل الاتحاد المصري للسباحه؟ نتحدث عنها، عن اهدافها، مواصفاتها، من المنتمين لسباحه الماسترز، البطولات المحليه والدوليه التي تقام لسباحه الماسترز، هل لها بعض البطولات على المستوى المحلي القاري العربي؟ كل هذه الأمور نثيرها معكم من خلال لقائنا مع دكتور خالد نصر الدين رئيس لجنة سباحة الماسترز بالاتحاد المصري للسباحة. أهلا بك معنا، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، أهلا وسهلا. زي حضرتك المكان عجبك؟ أوي أوي جميلة. لا أوي فعلا، يعني ما شاء الله مصر جميلة. ده اسمه ممشى اهل مصر، اكيد حضرتك تعرف. عارفه طبعا، عارفه بس ما جيتوش قبل كده الحقيقه، بس يعني معجب بيه جدا ما شاء الله. كانت فرصه النهارده بقى انك الحقيقه فرصه جميله منك، كتر خيركم. يعني احنا النهارده بنتكلم من هذا المكان الجميل وبنتكلم عن السباحه، فبرضه الموضوع مرتبط بالميه شويه. يعني انا مش هتكلم عن سباحه الماسترز شويه، بس انا وحشني قوي فاكر سباق النيل وتماسيح النيل والحاجات دي. عبد اللطيف ابو هيف. الحاجات دي اختفت ليه يا دكتور؟ لا ما اختفتش، هو يعني بترجع دلوقتي، يعني في حاجات قلت شويه، لكن سباحه يعني الحقيقه بص الاتحاد الحقيقه واخد باله قوي الفتره اللي فاتت دي من المسافات الطويله، وفي لجنه مشكله ورئيس الاتحاد المهندس ياسر ادريس مهتم جدا بيها ومشكل لجنه قويه من سباحين جماد، الحقيقه يعني عاملين شغل كويس قوي. بس هو مش ما بقتش تعمل في النيل دلوقتي، بتعمل في شرم الشيخ. طب ليه، ايه المشكله؟ ده كان من هنا كان بيبتدي السباق من الحته اللي احنا قاعدين فيها. ظروف النيل اختلفت عن 40 سنه فاتت، يعني ما تناسبش السباحه المسافات الطويله. انا مش بتاع مسافات طويله، بس ده اللي بيتقال لي، يعني ان الميه دلوقتي غير الميه من 40 سنه، كيعني تعرف كيعني نقاوه وكده، يعني غير من 40 ايام الابطال هم بتوع زمان، عبد الله ابو هيف والناس دي، اعتقد في اختلاف شويه في الميه، اعتقد كده. نبتدي نتكلم على سباحه الماستر، ويعني نبتدي نتكلم عن ماهيتها، ايه هي وايه اهميه وجود لجنه داخل الاتحاد معنيه بهذا الموضوع. سباحه الماسترز هي السباحه العاديه، ما تفرقش حاجه خالص. احنا كان الدنيا كانت ماشيه من 40 50 سنه او 30 سنه تقريبا في العالم كله في الفينا، ان كان خلاص الجونيور والماستر والسينيور بيخلصوا، خلاص ما فيش حاجه بعد كده. الاتحاد الدولي للسباحه اسس نظام جديد ان انت بتبقى عايم كل مرحله سنيه 5 سنين، يعني بتخلص 25 25 30 30 35 وهكذا، بتمشي معاك لغايه اما توصل لغايه سن 95 سنه. 5 وكم؟ و90. و90 وفي مصر عندنا في ناس عندهم معدين ال90 بسم الله ما شاء الله. يعني في التمانينات كتير وفي تسعينات، يعني في كذا بيمارسوا سباحه، يعني بيمارسوا سباحه، بيمارسوا سباقات وبيروحوا بطولات العالم. والله والله يعني تحديدا، يعني من 3 سنين احنا كنا في تونس وكان معنا دكتور من نادي جزيره، وكان هو وزوجته 92 سنه بسم الله ما شاء الله، رايحين يشاركوا في الطول، رايح عشان ينزل سباقات ويشترك ويعوم مع الناس اللي قده. بينزل مع الناس اللي في سنه. يعني سباحه الماسترز تبتدي من سن كام بقى؟ رسمي من 25 سنه، في مصر بنعملها من 20 ل 24 كحكايه تمهيديه تجهيز، لكن رسمي بتاخد نقط من اول سن 25 سنه. هي بالظبط زي السينيور والجونيور، ما تفرقش حاجه خالص. الفرق ولها ارقامها القياسيه ولها سباقاتها وكل حاجه تمام. بس انا كنت فاكر يا دكتور ان هي مرتبطه بالسن. ايوه ما هي مرتبطه بالسن. بس 25 ده صغير قوي يعني لسه في في في, في يعني كنت مطالب ان هي مثلا من ال 40 فيما فوق. لا بص السباحه عمرها قصير. يعني في ناس بتبطل عندها 20 سنه، او عاده يعني بص مثلا دخل الجامعه خلاص في مصر. مش بتكلم بره يعني، فده بيلضم الاثنين في بعض، يعني بيدخلك انت خلصت دخلت الجامعه مش قادر تنتظم، فانت عندك على طول الماسترز على طول وتقوم داخل فيها. في طبعا دلوقتي ناس بتكمل شويه عشرينات، بس هي السباحه عمرها قصير، يعني مش يعني ما تلاقيش يعني لو ما فيش ماسترز مش هتلاقي سباح عنده مثلا 35 سنه عايم. طب هي بتشترط مثلا ان المنتمي ليها بيكون مارس السباحه بشكل احترافي ما وبعدين بطل فبيبتدي يمارس بالماسترز، ولا ممكن للهواه برضه؟ ممكن هواه، ممكن هواه، مش لازم يبقى يعني محترف سباحه وبيكسب ميداليات وكده، ممكن يبقى يعني مجرد انه بيعرف يعوم، في لجنه مخصوصه بتعمل اختبار لان انت بتعرف تعوم، يعني بتعرف تعوم بتجيد السباحه،
وفي حاجه اسمها تايم ليميت. يعني تايم ليميت يعني ايه؟ يعني مثلا انا السباق ده مثلا 100 متر تمام، الرقم بتاعه مثلا سي نفترض مثلا دقيقتين، تايم ليميت دقيقتين. لو انت بتعمل اكتر من دقيقتين هيبقى استنى عليك شويه لغايه اما توصل تحت دقيقتين عشان اقدر ان انا الحقك بالماستر. يعني تايم ليميت عشان ما يبقاش مثلا بتنزل تعمل مثلا 100 متر دي مثلا في ربع ساعه، فطبعا كده يبقى مش سباحه بقى تمام. فالتايم ليميت هو اللي بيحدد شويه انت يعني تشترك او يعني تبقى موجود تطلع كارنيه يعني. طيب بما ان احنا بنتكلم في الشروط بقى، الشروط والمواصفات لممارسه سباحه الماسترز ايه هي؟ اولا تبقى مشترك في نادي، نمره 2 يبقى صحتك تسمح بذلك، يعني ما يكونش لا قدر الله في امراض، يعني مثلا مريض قلب مثلا عامل كذا، مريض مش عارف ايه، حاجات اللي هي لا بالذات القلب اللي هي لا تسمح ان انت تعمل مجهود، عشان ما يبقى في يعني تبقى برضو مسؤوليه على المسؤولين، يعني ان حد ممكن يحصل له حاجه. يعني لياقه صحيه، لا يعني اختبار بيتعمل رسم قلب بسيط خالص ان انت يعني مؤهل ان انت تقدر تمارس رياضه وتكون منتمي لنادي. لا طبعا، عشان تبقى انت دلوقتي السباحه الماسترز بقت بتخش في الدرع العام ولها نقط، جايز نقط مش كتيره بس بتخش في الدرع العام، فانت ليك نقط فبتتحسب، يعني بتخش بتفيد ناديك. فالشكل الرسمي للنقط دي ان انت تبقى منتمي لنادي بالظبط، عشان عشان تبقى يعني انت ليك ميداليتك او ليك فوزك انت، وفي نفس الوقت انت بتخش بتساعد ناديك. هي مساحه، هي سباحه مسافات قصيره قصيره يعني حمام السباحه، حمام السباحة 25 أو 50 على حسب، يعني في عندنا كاس مصر بيبقى 25، جمهورية بتبقى 50 متر، بالإضافة إلى بقى البطولات التنشيطية. يعني مثلا عندي 4-5 أندية، كل نادي من دول بيقيم بطولة خاصة به هو، لكن الأساسي كاس مصر وجمهورية دول تبع الاتحاد، ومنطقة القاهرة بتعمل بطولة واحدة لها في السنة هي اسمها منطقة القاهرة برضو للمصر. طيب سباحة الماسترز دي مرتبطة بأندية متخصصة في السباحة ولا الأندية العادية؟ مفيش حاجة اسمها أندية متخصصة في السباحة، يعني ما دام عنده حمام سباحة عنده فرقة خلاص. يعني عنده العمومي بتاعه خلاص، بيحط الماستر معاه على طول، لأن أنا هفيده. يعني لو أنا سباح مثلا في أكس من النوادي تمام، هو محتاجني لأن أنا بجيب له نقط. يعني دلوقتي احنا بقالنا 4-5 سنين احنا في الدرع العام، فأنت ممكن تفيد أكتر من الصغارين، ليك نقط يعني ليك نقط. أنت عارف إن الدنيا ماشية، السباحة عبارة عن 5 ألعاب، طويله وقصيره وبالي مائي وطول وغطس. في حاجه اسمها دول الفينا دي رياضات السباحه الدولي. السباحه كلها ما يمت الميه يعني تمام. السباحه القصيره والطويله لهم علاقه بالماستر بقى. انت لما بتاخد الدرع العام اللي هو يعني الحاجه اللي هي مجموعه دول كلهم مع بعض، بيبقى التوتال كله، واخد بالك ازاي؟ انت داخل فيه كماستر. واخد بالك؟ طيب بالنسبه لاخر بطوله، البطولات اللي انتوا بتنظموها على مستوى المحلي، طيب ايه هي؟ وهل هي ليها مثلا خريطه زمنيه او خطه بتنفذ كل سنه، ولا على مستوى الاعمار بيتم التقسيم؟ يعني عايزين نتكلم في التفاصيل دي اكتر. التقسيمه بتاعتنا احنا كاتحاد بيبقى عندنا بطوله كاس مصر وعندنا بطوله الجمهوريه، دول الاساسي، بالاضافه لهم بقى زي ما قلت لك منطقه القاهره، دول اللي هم الرسمي، دول اللي عليهم نقط كلهم، بالاضافه بقى مثلا نادي هيليوبلس، نادي الجزيره، نادي الصيد، نادي سبورتنج، الانديه دي كلها بتقيم بطوله، بتبقى ونادي الاهلي كمان عمل بطوله برضه لمده يوم، الانديه دي كلها بتقيم بطولات يا اما يوم او يومين تنشيطيه تشجع، يعني كلنا بنشترك فيها برضه، يعني كل معظم السباحين بيشتركوا فيها. دي نقاط، تجميع نقاط كده؟ لا دي لا. تنشيطية يعني شكل استعراضي مش استعراضي يعني يعني عشان ما تبقى مثلا ما بقالكش مثلا 6 أشهر ما عمتش 4 أشهر ما عمتش، تبقى يعني مثلا بتتمرن وبتحمل وبتاع كده، فدي تبقى فرصة ان انت يعني تعرف موقفك ايه في المية، ارقامك ايه، ماشي ازاي كده يعني. بس الاجندة الثابتة كم بطولة محلية؟ ثلاثة في السنة، غير الدولي. الدولي بقى احنا لينا مشاركات دولية ولا قارية؟ الاتحاد من 2012 واحنا بنطلع بطولة العالم، اللي بتبقى فين؟ بتتغير كل كل كل, كل 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 مرحلة بتبقى فيه. يعني أول حاجة اشتركنا فيها كانت 2012، كانت في روما،
اول مره للاشتراك. اسمها بطوله العالم لسباحه الماسترز. بالظبط اسمها كده. بالظبط تحت رعايه الاتحاد الدولي للسباحه ولها بطولاتها، بس بيبقى في اختلاف شويه يعني، هم بيدلعوا شويه الماسترز يقول لك ايه مثلا، بس هم لغوها السنه دي ان انت مثلا اول عشر سباحين بياخدوا جوائز. اول عشر سباحين دلوقتي رجعوها تاني خلوها ثلاثه زي السينيور والماستر. لكن السباقات بتمشي مختلفة، يعني مثلا انت عندك في مثلا في العمومي بيبقى سبق واحد مثلا للمتين حر، لا هنا انت بيبقى عندك 14 سبق. تمام. كل مرحلة سنية بسبق. يعني بيمشي يعني مثلا السبق العمى الواحدة، السبق الواحد يتعاد 14 مرة، ولاد وبنات او رجالة وسيدات. مش عايز افهمها دي يعني. 14 مرة يعني مرحلة 25 ل 29 ده في عدد كبير مشارك فيها مثلا كتير بيبقى. يعني بطولة العالم بيعدوا 10,000. فبيتعمل قبل الكورونا، قبل الكورونا عدوا 10,000، بعد الكورونا حصل شوية يعني نزول في الأرقام، بس قبل الكورونا كان يعني آخر حاجة كانوا عدوا 10,000. النزول الأرقام ده بسبب احتراز يعني الاحترازيات المرتبطة بالصحة ولا عدد الممارسين ابتدوا خاف والممارسين؟ لا، الأولا بطولات اتلغت يعني في بطولات ده لأن ما كانش في تجمعات أيام الكورونا، لكن آخر حاجة قبل الكورونا على طول كان وصلوا تقريبا عدوا 10,000. طب مشاركاتنا الدولية دي بتبقى لينا منتخب مصر لسباحة الماسترز؟ أيوه واحنا اللي بنعمله وبنطلع يعني وبنطلع نمثل مصر يعني. في سنة احنا مثلنا مصر دوليا مرتين والحمد لله، يعني بطولات دولية وبطولات عالم. العالم شوية مش بنقدر نطلع كمنتخب مصر لان فينا حاطط سيستم ان انت عشان تمثل تلعب ماستر لازم تلعب باسم اندية، ما تلعبش باسم منتخب. فالسيستم ده عشان يوسع القاعدة، السيستم ده مخلي ان انت الاندية هي اللي تبقى يعني بتطلع سباحين اكتر من المنتخبات، لكن احنا عندنا منتخب بنطلع بيه بقى بطولة دولية. يعني احنا السنة فات مثلا كنا في فارن والسباحين رجعوا بحوالي مثلا 150 ميداليه ومركز بلغاريا. ايوه ده رقم كبير. ايوه ده معنى كده ان في سباقات كتيره جدا. وفي تونس 2019 عدينا برضو الرقم ده وطلعنا الاول برضو. تونس بتنظم بطوله دوليه ما شاء الله بيبقى فيها مثلا حاجه بتاعه 600 700 سباح. احنا اشتركنا اخر مره كمنتخب مصر 2019 وانا كنت فيها كسباح واخدنا مركز اول مصر. يعني أنا الطبيعي بتاعنا مركز أول في البطولات الدولية. في البطولات الدولية مركز أنا أديت حضرتك مثلا دلوقتي زي تونس مثلا يا بقالها دي البطولة الجاية في مايو اللي جاي ده هو أنا تبقى السادسة دي في تونس. في تونس. دي اسمها بطولة تونس ولا الدولية؟ الدولية بطولة تونس الدولية. دولية بجد يعني يعني فرنسا، انجلترا، ايطاليا، امريكا، تركيا، روسيا، اسكندنافيان، دول عربية، السعودية كتير، عراق، يعني دول عربية كتير كانت مشاركة وطبعا مصر. يعني هو في سؤال كده بيجي في ذهني وممكن يكون مش متخصص قوي ولكن ممكن يكون المشاهد بيفكر فيه. طب بما ان احنا بنطلع اوائل العالم في بطولة ماسترز او بطولات ماسترز، السباحات يعني السباحه العاديه ليه احنا بعاد عن المراكز المتقدمه؟ لا معلش يعني خلينا اعلق، احنا في السباحه العاديه مش بعاد. لا تعالى بقى يعني تعالى احنا اخر ميداليه اولمبيه في السباحه احنا جبناها امتى؟ لا سيبنا من الاولمبيه، معلش خلي الاولمبيه على جنب شويه. انا اتكلم بطوله عالم، بتقول لي بطوله عالم ولا اولمبيه؟ خلاص خلينا ما فيش بطوله اولمبيه. انا هتكلم لان انا متخصص، وانا الحقيقه انا شخصيا كنت موجود في بطوله عالم في بيرو 2011 اما اخذنا ميداليه ذهب في بطوله عالم سباحه مسافات قصيره. ايوه. سباق ايه بقى؟ 50 دولفين بتاع فريد عثمان. دي أنا فاكرينها. انا كنت رئيس بعثه يعني، وكنت يعني انا كنت المسؤول عن القصه دي كلها في 2011 ورجعنا بميداليه ذهب. برضو موضوع ان احنا يبقى عندنا سباحين على المستوى ده اعتقد شيء صعب ومكلف جدا. بص مش هبقى بجامل، بس حقيقي احنا من 2011 او من 2010 لغايه دلوقتي احنا عندنا سباحين كتير، يعني ممكن اذكر اسامي كتير ما شاء الله بيخشوا. احنا افريقيا مسيطرين متهيألي بشكل كبير. فين؟ افريقيا. لا افريقيا انت بتكسب، انت وجنوب افريقيا يعني احنا مصر. بس تيجي على المستوى الاولمبي تلاقي مثلا تونس عندها سباحين اولمبيين بس مش ظاهره مثلا افريقيا. في احنا كسبنا في 2013 ميداليه ذهب بس اولمبياد الشباب. في بص الاولمبياد مختلفه شويه. انا بتكلم بالنسبه مثلا للسباق اللي كنت بتكلم عليه دلوقتي ده، هو السباق اللي كانت بتعومه فريده عثمان. السباق ده مش اولمبي. السباق ده الاولمبي كانت اخذت فيه الميداليه الذهب برضه،
يعني هي بتقوم 50 فراشه. سباقات خاصه بالاولمبياد وسباقات خاصه ببطولات العالم. حظها ان السباق ده غير اولمبي. ما بيتلعبش اولمبي. يعني الاولمبياد سباقاتها فيه حاجات مش موجوده زي ال 50 فراشه 50 دولفين يعني. السباق ده مش موجود. الخمسينات الموجوده في الاولمبياد هي 50 حره فقط. وهي كسبت في ال 50 فراشه. حظ ده ولا يعني ولا التنسيق؟ هي متميزه في السباق ده والسباق ده مش موجود ببساطه. عندها المية بس ما بتطلعش فيه الاولى يعني. مثلا دي في بعد كده بقى في عندنا مروان القماش، في عندنا دلوقتي يوسف رمضان ما شاء الله من الناس اللي هي دلوقتي بومين جدا يعني. لسه اول من 3 ايام كسبان في امريكا الان سي دبل اي، بطوله ما حدش بيكسبها خالص يعني، بطوله قويه جدا في امريكا بتاعت الجامعات. سباحينا المصريين مسافات قصيره بيضربوا في مصر غالبا بيبقوا بره مصر. معظمهم في امريكا. معظمهم في امريكا. وبيخضعوا بقى لمدربين. بس لحظه احنا 2011 كان كله في مصر. تماما كله كان في مصر تماما، يعني ما نعرفش حاجه غير من بره غير الطياره. تماما، عشان بس اللي كنت بتكلم عليها دي القصه دي والميداليه دي واللي اتاخد ده 100% مصر من كله. بالحاجه الوحيده الاجنبيه المدرب، كان معانا مدرب هنا جه سنه او اقل من سنه اجنبي، وقبليه كان مصريين، لكن التدريب كله كان في مصر. طب استاد ونادي الجزيره وسباحينا اللي في امريكا حاليا ما انا بقول لك تحت رعايه الاتحاد، يعني الاتحاد هو اللي بيمول تدريباتهم. بيمولهم وبيساعدهم وسبونسرز وسبونسرنج لهم وكل حاجه، بس التدريب في امريكا. التدريب هم بيدرسوا في جامعات هناك. فبيبقى التدريب كله هناك. طب ده بومينج بالنسبه لهم، بالنسبه ان هم ممكن يحققوا. هم اوريدي حققوا على، يعني انا برضو عيني رايحه على الاولمبياد، يعني انا نفسي في الاولمبياد. ربنا يسهل بقى اللي بتكلم عليه دلوقتي، اللي هو واحد زي يوسف رمضان ده. يعني ده انا اتوقع له يعني ان شاء الله يعمل حاجه كويسه جدا باذن الله. مروان القماش برضو ان شاء الله يعمل حاجه كويسه جدا باذن الله برضو في الاولمبياد. دول بيخوضوا بقى يعني بطولات مؤهله ولا هم خلاص متاهلين لباريس 24؟ الاولمبياد لازم لها بطولات مؤهله. اللي انت بتبقى عندك كوتا ورقم، والرقم ده مش سهل، وحاجه اسمها اي كات وبي كات. يعني انت بتحقق ارقام زي ما قلنا التايم ليميت، بس هم التايم ليميت بتاعهم بقى بيبقى قوي شويه. تمام. فحاجه اسمها اي كات وبي كات، اللي بيتاهل اي كات ده عشان يبقى عندك بس تصفيتين. يعني الاولمبياد ما تقدرش تعمل زي بطوله العالم مثلا 15 تصفيه، هم 3 4 تصفيات بالظبط. فانت عايز الكريمه بتاعت سباحين العالم. نرجع تاني لسباحه الماسترز. انت دلوقتي في تخطيط لبطولات جاي. يعني انت حضرتك قلت لي البطولات الدوليه القادمه القريبة هي بطولة تونس المفتوحة أو بطولة تونس الدولية. بعد كده في بطولات عالم؟ والله مصر الأول، مصر بس احنا بصدد إن شاء الله إن احنا نعمل أول بطولة دولية إن شاء الله. مفروض هتبقى في آخر السنة دي بإذن الله في الغردقة. لسه يعني الموضوع ده لسه يعني لم يعلن رسمي، بس ان شاء الله مصر تنظم أول بطولة دولية لها للماسترز بإذن الله تبقى في الغردقة إن شاء الله. في الغردقة ده هيبقى في البحر؟ لا، في الغردقه حمام سباحه. حمام سباحه. انتوا عايزين تربطوا بقى ما بين الجانب السياحي والجانب التسويق لمصر. يعني كسياحه ودعايه لمصر، وفي نفس الوقت بطولات. يعني في حمام سباحه يعني في مكان كويس هناك يعني. طيب بشكل عام سباحه الماسترز في مصر لاقيه الدعايه الكافيه؟ في محتاجه مزيد من الدعم، محتاجه، ولا هي بالفعل هي واخده يعني الاتجاه بتاعها السعودي بالنسبه للممارسين والامكانيات؟ بص هقول لك على حاجه. انت بتكلمني، انا مسؤول وفي نفس الوقت سباح، فانا انا عندي الاثنين يعني. لسه الاتحاد بيحاول بيبذل كل مجهود، لكن لسه الانديه او الناس لسه مش فاهمه يعني ايه يعني العواجيز دول بيعوموا يعني. يعني دول بيهزروا. يعني مش قادرين يفهموا ان في ناس عندها 50 و60 و70 سنه واخدين الموضوع جد قوي، وبيقعدوا طول السنه كلها، وعندي امثله يقعدوا يحوشوا فلوس عشان خاطر يطلعوا بطوله العالم وينزلوا وياخدوا ميداليه ويتمرنوا كل يوم وياكلوا اكل صحي وما يعملوش حاجه. دي نظره مين اللي هم بيهزروا؟ دي نظره مين؟ الناس في يعني اللي هو في الانديه يعني. انما الناس اللي هي بتمارس لا، واخده الموضوع بجد طبعا جدا. ده بقول لك اللي بيمارسوا واخدينه جد جدا، بس ما زالت انا بحكي لك يعني من جوه المطبخ يعني. لا يعني في ناس لسه يعني دول كبار بيلعبوا يعني. بيهزروا بتاع يعني، بسمعها يعني فاهم ازاي يعني. هم فاصلين بينه وبين مستوى البطوله والمنافسه وبين الهوايه يعني، هم معتبرهم هوايه.
نظره هواه شويه. اه بس هي مش هواه. لا لا هم لا انا بتكلم عن يعني النظره. النظره مش من كله يعني، من يعني من 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 بعض بعض الناس يعني، ممكن تبقى يعني دول يعني فاهم ازاي يعني بيهزروا. هما بيهزروش على فكره، هما واخدين الموضوع جد جدا. وانا لسه يعني كنت لسه واقف دلوقتي مع سباح قال لي انا كنت مليان، وسباح ما شاء الله صغير، كنت يعني 40 سنه وكنت مليان، والسباحه خلتني ظبطت جسمي وظبط. هو نفسه اللي قال الكلام ده لسه من نص ساعه يعني. السباحه من اكثر الرياضات الصحيه اللي ممكن تمارس يعني. انتوا بتعملوا دعايه لسباحه الماسترز؟ بص احنا محتاجين سبونسرز يعني، يعني محتاجين دعم يعني. يعني لا يعني الانديه بتصرف بتدينا لبس، بتدعمنا ك مثلا كبطولات اشتراكات حاجات زي كده، بس مش بالقدر الكافي. لا محتاجين طبعا يعني دعم اكتر من كده بكتير. انتوا بتعدوا البطولات محليه في الفتره اللي جايه؟ اول حاجه عندنا تبقى كاس مصر ان شاء الله، قبليها في بطوله دوليه في تونس. مش كل الناس طالعينها، بس يعني دي اول واحده. بعد كده هيبقى عندنا كاس مصر. مصر هيبقى في القاهره هنا؟ كاس مصر هيبقى في ان شاء الله في هليوبوليس الشروق. يعني في القاهره. هليوبوليس الشروق. كاس مصر ده اللي هو بيبقى هو ده يعني هو ده الاكتر عدد من السباحين في الماسترز بيشاركوا فيه. جمهوريه اكتر. جمهوريه. يعني الاثنين يعني متوازيين، بس يعني الجمهوريه دي التوب، لان دي اللي عليها الدرع العام. انتوا بتفكروا تعملوا بطوله مصر الدوليه لسباحه الماسترز؟ ما دي اللي بقول لحضرتك عليها، اللي هي في الغردقه. اللي هي في الغردقه دي. دي اول مره هتقام. وعدنا المهندس ياسر ان شاء الله هتبقى يعني كلمناه وعرضنا عليه الامر، ووعدنا ان شاء الله انها هتبقى في اكتوبر الجاي باذن الله. انا بشكرك جدا يا فندم على هذا اللقاء، وبتمنى لكم عزيمة التوفيق في عملكم. الدكتور خالد نصر الدين رئيس لجنه سباحه الماسترز باتحاد المصري للسباحه كان ضيفنا النهارده في بنصب عليك. شاهدينا في كل مكان، ساعدنا بوجودنا معاكم النهارده، فعلى وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد. بنصب عليكم.